الباب. ما أجمل عندما يكون الإنسان في هذه الدنيا يتمسك بتقوى الله. أنا أقول لمن ابتعد عن تقواه ولمن ابتعد عن الله، أقول لك يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. إلهي وقفت دموعي تسيل، قولها الآن بينك وبين نفسك، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. إلهي إلهي بمن أرتجي، وقلبي ببابك باك ذليل. وأحسن منها قول ربي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. شيخ نايف، بقول لك على حاجة، أنا أتوقع الشباب اللي في الجلسة كلهم، أتوقع الشباب اللي في الجلسة كلهم، مستحيل واحد يتردد عن الله اللي شق سمعه وبصره، مستحيل. أمك، أمك اللي حضنت في بطنها 9 أشهر، أمك اللي إذا طلبتها طلبة ما ترفض طلبك، إذا طلبت منك طلب تنفذ طلبها. الله يناديك ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.